انكونتورنابل لي ماست هاف او الاساسيات والضروريات اللي خاصهم يكونوا عندنا في لو دريسينغ في الماريو ديالنا هما لي فيست. غنتكلموا عليهم اليوم بمعيتها الجميله ليلى حديوي. طبعا صباح الخير ليلى. صباح الخير سميره. صباح الخير عليكم مشاهدينا. صباح الخير عليكم تنسوما. اليوم غادي نتكلموا على لي فيست لان كيف قلتي قبيله سميره سي دي انكونتورنابل وما يمكنش يكون عند شي سيده شي فيستا ويكون نقدروا نلبسوهم في ايامات البرد فوق من المونطو. هادشي علاش غادي انا فكرت نهضروا على لي فيست تحت من المونطو. بغيتي تقولي يعني غنديروا وي غنديروا لا فيست عاد المونطو بيان سور. دونك هادشي علاش هضرنا على لي فيست هاد المره ومن بعد عاد نتكلموا على لي مونطو. غنرجعوا لي فيست. خصنا نعرفوا بان لي فيست كاينين اشكال وانواع ديال لي فيست وكل سيده تيواتيوها دي فيست. دونك فحنا غادي درت لكم لو شوبينغ وفي نفس الوقت درت لكم عرض ازياء باش نتكلموا على لي فيست توندونس اللي كاينين دارجين على الموضه ونشاهدوا العرض وفي نفس الوقت نعطيكم النصائح. اذا كيف ما تنشاهدوا هاد لافيست اللي لابسه غيتا. الوغ باش نعرفوا لافيست بعدا اول حاجه خصنا نعرفوا لافيست كيفاش نعرفوا نختاروها. باش كنعرفوا اون فيست ثلاثه ديال الحوايج في لا ماتيير في لي بوتون وفي نفس الوقت في القصه ديالها. الوغ كيما تنشوفوا هنايا لا ماتيير وتنشوفوا لي بوتون. الوغ لي بوتون كيما تنشاهدوا هنايا لي بوتون كنعرفوا تنشوفوا لي بوتون عندنا واحد لا كاليتي ديال لي بوتون مختلفه على هادشي اللي هادو هما الاشياء اللي خصنا نلاحظوا في الفيستا قبل ما نديروها البال. فوالا تنشوفوا لي بوتون تنشوفوا القصه وفي نفس الوقت تنشوفوا اذا كانت عندنا فيها لي الفتحات سواء بعد خطرات كيكونوا الفتحات في الوسط سواء تيكونوا في الجناب. وكننصح السيدات اللي كاين دي فوا تيكونوا هادو مقبوطين هنايا خاصنا نحلوهم ما نخليوش هذيك الغرزه. فوالا الرجال ولا السيدات خاصنا نحلوهم. دونك بحال هاد اللبسه هذه كما تشوفوا يعني دومي سيزون السيده كتكون انيقه عندها لو ساك تقدر تشدو بحال هكا بوندوليير ولا تشدو بفليد بحال هكايا تنديرو بلو جين باش تبقى السيده مرتاحه. وبيان سور كما تنشاهدوا اللي عندها لي زيبول السيده اللي عندها الكتاف ما تنصحش تاخذ بحال هذا الشكل ديال لي فيست باسكو تزيد يعرضوا لها الكتاف ديالها. هذه فيها لي زيبولات؟ فيها لي زيبولات من الداخل وكاينين عاوتاني اللي كيبانوا اكثر من هاد لي زيبولات. دونك تنصحهم بحال هذا النوع ديال لا فيست اللي ما تيسمو كيتسموا بالتو ما فيهمش لي زيبولات وكيف ما تنشوفوا جايين بحال لو ستيل ديال لو بونشو. غادي نكملوا العرض ديالنا مع كاميليا اللي درت لكم شويه ديال البرد حيت خاصنا نزعموا نديروا شويه ديال لي توندونس في وقت البرد. الاكسسوارات الاكسسوار فوالا بون هي كاين السيدات اللي غيبغوا يجراو ولكن انا تنقول بان السيدات اللي كيشاهدونا حتى من على الخارج كاين البرد عندهم بزاف دونك تنصحهم يديروا بحال هادشي. الوغ لي توندونس اللي كاينين دارجين على الموضه هما هاد لي فيست طوال لي اون ميم طون لي فيست لي بيد بول اللي كنشوفوا فيهم النقيطات وكنقدروا نلقاو البيد بول في السروال وفي لا فيست ديالو. مي انا فكرت نتكلم لكم على الباد ديليفون اللي خرج دارج على الموضه حتى هو لو باد ديف اللي كاين اون جين. ولي لابسه حتى انت ليلى. فوالا انا لابسه ماشي باد ديف لابسه انا بنطلون لارج دغوا هي راه هي سي من جا بقى مولون حتى لتحت عاد كيتحل فهمتي. وبيان سور كيف قلت لكم هاد لي فيست بحال هادو تيصلحوا بزاف للسيدات. بون فاش نكونوا تنتمشاو ما نساوش سيداتي تسدي لا فيست ديالك باسكو سا سانتر ان بو بلوس لا سيلويت وكتبين لا سيلويت ديال السيده. وبيان سور لا ماتيير كتكون كاينين عندنا اون لان كاينين ديال التويد كاينين بزاف. وفي نفس الوقت هادو كيصلحوا للسيدات اللي عندهم لي انش. هاد لي فيست كيكونوا طوال بحال هكا تيصلحوا للسيدات اللي عندهم لي انش و سي تري توندونس لي فيست طوال. ميرسي كاميليا. دونك نكملوا مع لي فيست كي هضرت لكم عليهم سي كو تلقاو بزاف ديال لي كولور كيما تنشاهدوا هاد لا فيست فيها الفولور ماتيير دو فولور حتى هي سي شيك تقدر تلبسها السيده في لي سواري. عندنا عاوتاني بيان سور لانكونتورنابل ديال ان كوير تلقاهم توت لي كولور اكسيتيرا. دونك هاد اللبسه هادي سي تري جون سي تري فري اللي لابسه ناديا. انا فضلت ندير لكم لو روج حيت لو روج ما تنزعموش عليه الوغ كو يغيم تري تري بيان. بيان سور كاين واحد لو بتي اكسسوار هنايا في لو او باش نديرو عاوتاني واحد لو كوتي شيك في نفس الوقت كتبقى السيده انيقه. دونك فوالا سي اون فيست كيف قلت لكم حتى هي بالقطن كلها بسميتو باللون الازرق و لو مارياج دو كولور افيك لي شوسور كي فون افيك باش ماشي ولا بدا لبسوا لي طالون مع هاد لا فيست. نكملوا العرض ديالنا كيف قلت لكم ما بين عاوتاني لي فيست اللي دارجين على الموضه وما هادو اللي تنشوفوا فيهم بحال الكمام 3 كار يعني ماشي بحال ان جون بونشو. وفي نفس الوقت جبت لكم هذه عجبتني باسكو هي شوف كي تجي ان فات
بحال ان بونشو، ولكن فاش كتلبس السيده كيبقى هنايا تتلبس مع الكسيوات ولا مع دي 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 هذا. دونك فوالا تتبقى فيست بونشو وكتصلح بزاف للسيدات اللي ما عندهمش الكتاف، وفي نفس الوقت هذيك لانكونتورنابل فيست دودون اللي تنعرفوها كاملين. بون انا ما تنصحش بها السيدات بزاف اللي غلاد، ياخذوا يعني ما ياخذوش ديك لي دودون اللي غلاد، ياخذوا بحال هذا لو جونغ اللي هو ان ميم طون ما تيدخلش البرد، وفي نفس الوقت ما تيدخلش رقيقه، وفي نفس الوقت تنحافظوا على كنبقاو سخان الاناقه ديالنا. واختاريت هاد لا كولور اكسبري باش نزعمو نديرو الالوان في البرد. وغادي نشاهدوا هاد عاوتاني واحد الموديل ديال الدارج على الموضه بزاف، هو لي فيس اون دان ولي فرانج اللي كانوا قد هضرنا عليهم ديجا السابق. يعني كنشوفوا لو دان دارج على الموضه، وسي دي فيس اللي كتكون السيده مرتاحه فيهم باسكو هما سخان وفي نفس الوقت ماشي ثقال بزاف، ولي فرانج هما دارجين على الموضه. الوغ شفنا في هذا العرض بان كاين بزاف ديال لي فيس كلهم طوال ما كيصلحوش للسيدات اللي قصارات، للسيده اللي قصيره قصيره خاصها ولا بد تكون عندها اون فيس توصل ليها حتى لهنا وتكون من الاحسن سانتري باش لي مارك لا تاي ديالتها. والسيده اللي غليظه ملي كنصحها تلبس بحال هاد الاشياء هادو اللي تيكونوا محلولين ما تسداش، باسكو فاش كتسدا كتزيد بين ليها لي فورم ديالها. دونك تختار بحال هكا، وبيان سور تلقاو هاد لي فيست في بزاف ديال لي كولور، اون كاميل اون مارون، كاين بزاف ديال هذا. بيان سور انا فكرت ندير مع هاد سيت كولور هادي، سي ان ما نخلطوش لو دان مع لو دان، نديرو لو دان مع لو كوير ولا لو دان افيك ان جين، ما نخلطوش لو دان مع لو دان باسكو غادي يجي بحال اللي جالسين بحال شي كوبوي. دونك ميرسي غيتا. دونك كيف ما تشوفوا السيده كتكون مرتاحه في هذيك لافيس ديالها، وفي نفس الوقت لي بوتين تا هما كيجيو مواتين، ما خصناش نلبسوا معاهم دي طالون بحال هذا الستيل هذا، خصنا نتابعوا على حسب لي شوسيغ على حسب لافيس. الوغ هاد اللبسه هادي كنا هضرنا عليها شحال هادي، كنا هضرنا على لي جوب لون ولا لي جوب اللي كيكونوا طايفين. من الاحسن السيده كيف قلت لكم هادي لبسوها مع اون فيست اللي كتكون طويله للسيده اللي عندها لي انش. وفي نفس الوقت باغ اكزومبل عندي لكم واحد لاستوس، هي باغ اكزومبل دابا السيده كتكون دي فوا طويل عندها يديها طوال، ما فيها باس اذا خدينا اون شوميز اللي تبان، حيت كاين بعض الخطرات ناخذوا لي فيست وكتكون الفيستا قصيره، ما فيها باس ناخذوا اون شوميز اللي تكون طويله عليها باش تبغى تغطي لنا العيب اللي كاين في 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 في, في الكم، وكتبقى السيده انيقه. وكيف قلت لكم لو ليوبار ما تيجيش معاه، نقدروا لا سول كولور اللي تقدر تجي معاه هو الاسود ولا المارون ولا الاحمر، اذا بغينا نديروا الاحمر بوغ كاسي هذاك لو كوتي، اذا بغينا نخرجوا من لون الاسود. شكرا شكرا لك. بغيت غير نوريهم على لو كول، يعني حتى لو كول ايلي ديفيرون وهذا ايلي دوبلي. فوالا شكرا لك كاميليا. هادشي علاش كنقول لكم زعما الشوبين كاينين عاوتاني هاد لي فيست باتشورك ان باتشورك اون فورور، بيان سور كاين سانتيتيك وكاين دي فري فورور كاينين في السوق. هذا سي ان باتشورك ديال لا فورور اي كيكون سخون بزاف للسيدات اللي فيهم البرد هاد الفصل. وهذا هو لو كود كور، كيف وعدنا السيدات اللي كيشاهدونا، هذا هو لو كود كور ديال صباحيه الدوزام. علاش؟ حيت هاد الفيستا هادي كلها بالصوف، وفي نفس الوقت سي دو لا فورور ديال لو موتون. هي دورة وخلاص. فوالا هي دورة. دونك تنشوفوا سي اون فورور اللي سخونة بزاف. وعلاش قلت لكم كود كور ديالي؟ بون ديجا كيف ما تنشوفوا تنقدروا نديروا لها لا سانتور باش ما تجيش السيدة تقول. يعني لا فورور تتغلد ولكن هذيك لا سانتور انو زعما فوالا دائما تتعطيك واحد لو كوتي. وفي نفس الوقت علاش قلت لكم كود كور؟ حيت كنقدروا نلبسوها حتى اون كوير، يعني السيدة إذا حيدات هذه وقلباتها من الجهة الأخرى تتولي فيست اون كوير كلها باللون الكري. وفيها بيان سور هنايا واحد المسدات ديالها من الداخل، كتولي تري شيك اي تري جولي بوغ السيدات اللي تيبغيو هاد كود كور. برافو عليك. فوالا دونك سي ان فري كود كور ياك. وفي نفس الوقت ما نساوش سيداتي بانكم فاش كتكونوا جالسين خاصكم دائما تحلوا لا فيست، ما تخليوهاش هذا، وفاش تبغيو تكونوا واقفين دائما نسدوا لا فيست ديالنا. كنظن بانني تكلمت على كاع لي فيست. فوالا بقات لنا غير هذه اللي ما هضرتش عليها، كلها هي بالصوفه مخلط فيها لو تويد، دونك ما فيهاش لي زيبوليت. وتنتمنى بان يكون هذا العرض ديال الازياء ديال هذا النهار عجب المشاهدين والمشاهدات. اكيد عجبنا حتى حنا ليلى، تنشكرك عليه بزاف بزاف. نمشيو لحظه نتعرفوا على الوصفه او ماشي الوصفه، التقنيه الجديده ديال كونتورين مقترحه علينا غيزلان مكوار.
وطريقه او تقنيه جديده غتعرفنا عليها اليوم غزلان مكواش، شنو هي هذه التقنيه؟ الله سبق لنا وهي ماشي جديده سميره، السيدات يعرفوها كثير على الانترنت، سبق لنا وقدمناها، ولكن اليوم اللي بغينا نشرحوا للسيدات اللي تيكون الوجه ديالهم بحال هكذا مدور بحال ديالي مثلا، كيفاش يمكن لهم يعني وهو الوجه المثالي تبارك الله، الوجه المثالي هو البيضاوي الشكل، الفيزاج اوفال بحال ديالك سميره، ان بيتي اوفال. الوجه اللي تيكون دائري كيكون بعض الاحيان صراحه كيكون مزعج، خصوصا ملي كنكونوا عندنا معروضين، عندنا مناسبات او جامع شعرك، كيبان فيك غير الوجه هكذاك مدور بحال شي خبزه، بعض الاحيان كيكون مزعج. سبحان الله، كاينين تقنيات وسبحان الله العظيم ما عمرنا تنرضاو بشنو عندنا، ولكن في عالم ديال المكياج هو علم ودراسه، يعني اكتشفوا بعض الحيل كيفاش يمكن الماكياج او يزين السيده ويمكن لا يخفي لها العيوب ديالها. حدا بان تيكون ليفي ديال لي زومبغ سميره، كاينين بزاف ديال المواد السيدات فين مرتاحوا كيسمى كونتورينغ ما يتخلعوش، يقولوا كاين مواد خاصه الحمد لله دابا كاين في جميع الماركات وفي جميع الاسواق وباثمنه مناسبه، بغاو ياخذوهم هكذا سو فورم دو بحال فون دو كريم، كريم بحال هكا سي كريم دو كاموفلاج، بغاو ياخذوهم هكذا هما بودرات فاش مرتاحوا. انا صراحه بالنسبه للمبتدئين نفضل ياخذهم بودرات لان كتحكمي فيها في العمل ديالها اسهل، طريقه كتكون سهله، اللي تجيهم صعيبه هما هكا ملي تيكونوا سو فورم دو كريم كيكون خاصك تكون متمكن بزاف وعندك خبره كبيره باش يمكن لك. دونك اليوم غنستغناو على البودرات نخليوها بوغ لي جون بروفيسيونيل، الناس اللي ديجا في الميدان ويمكن لهم يخدموا بها، وغنوريهم الطريقه بالبودرات لان سهله واقتصاديه. جميع السيدات في البيوت ديالهم بعض الاحيان تنغلطوا وتنشريو اون بودغ كومباكت كتكون بيضه على الوجه ديالنا او للعكس او للعكس، دونك هادوك اللي غادي نغلطوا فيهم ما نرميوهمش، يمكننا غير هادوك نخدموا بهم من باب الاقتصاد، من الكونتورينغ ديالنا من باب الاقتصاد، يعني ماشي ولا بدا يشري، ولا كان في امكانهم يمكن لهم يشري مرحبا. دونك شنو هما؟ خاصنا جوج الوان ديال يعني لون فاتح ولون غامق، البلايص اللي بغينا. الوغ اليوم تيشاهدوا السيدات كيف ما انا هكذا واضعين، كنتمنى ان يكون يبان لهم لان خصوصا الكونتورينغ السيدات ما يتخلعوش ويقولوا راه ما تيبانش ولا كيبان، خصوصا في الصور بحال دابا في العراي، بالنسبه للعرايس ولا الناس اللي معروضين للمناسبات، ملي كتكون يعني اون سيونس دو فوتو ولا في شوتينغ بالنسبه لي مانكان ولي موديل كيبان خصوصا في الصور، لان سان في دومبغ البلايص اللي بغينا نخفيوهم بغينا نبانوهم ضعاف، مثلا انا عندي هنا الحناك بغيت يعني يبانو نقسم الحجم ديالهم غادي نجي هنايا والبلايص اللي كلهم اللي بغيتو ما يبانوش نديرهم باللون اللي هو غامق، ولا عندي يعني حتى الوجه بغينا نحصلوا عليه بيضاوي خاص نحط في المخيل ديالي النتيجه اللي بغيت نحصل عليها، وهاد المناطق كلها اللي زايدين اللي عامرين هما اللي غادي نديرهم باللون اللي هو مغلق واللون فاتح. الله نعطيك نعطي مثال، هنا عندنا موديل للوجه ديالها هكذا مدور، واخا ما عامرش بزاف ما عندهاش الحناك هذا، ولكن يمكننا السيده تخيل بحال غدير واحد الرسم بالقلم ولكن في الراس ديال في راسها. خليك غيزلان تشرحي للمشاهدين ونشوف النتيجه اللي بغينا هو ان نحصلوا على وجه اللي يكون بيضاوي الشكل، وغادي نجيو باش نحصلوا على بيضاوي وغنجيو لهذ المناطق اللي هي عامره هي اللي غادي نديروا لها اللون اللي هو غامق، ولا شفنا بان السيده عندها حتى شويه هاد لي بوميت شويه نازلين، دونك هاد المناطق هادي هي اللي غادي نديروا لها اللون اللي يكون غامق وغادي نهبطوا به حتى هنايا. وبعض الاحيان كاين السيدات اللي عندهم حتى لو دوبل مونطون، يعني هاد الحيمه هنا نازله يمكننا حتى هي نديروا لها اللون غامق باش ما تبانش خصوصا في الصور، وغادي نجيو المنطقه الاخرى حتى هي نفس الشيء. الا شفنا بان عندها هنا شويه ان بيتي بو بوينتو، الا كان هاد البلاصه شويه بحال المثلج هنا يمكننا حتى هي نخفيوها بشويه ديال اللون اللي هو غامق باش ما يبقاش هاد لو كوتي هذا باين. ملي كيكون الوجه اللي هو دائري كنعرفوا بان تيكون حتى الجبهه حتى هي دايره، يعني تيكون كله. دونك غنجيو هنا اوغا دي شوفو، يعني فهاد الجدر ديال الشعر، وغادي ندورو عليه كامل باللون اللي يكون غامق، لان الا كان مفتوح غادي يزيد يبان الجبهه تزيد تبان كبيره، اولا يعني في السيده الا كانت كتوجه عن ان فيزاجيست يعني الكوافور ديالها يكون تمكن
بحال الشكل هكا، يمكن لها دير اون فرانج. دابا لي فرانج دارجين موضه هاد السنه، دير هكذا القصه شويه نازله على الوجه ديالها، باش هي كتعاون انها تخفي العيوب، وخصوصا اللي يكون الوجه هكذا داير والجبهه تتكون هكذا كبيره. دونك فوالا، والالوان اللي اللون اللي هو فاتح غادي نوضعوه الاماكن اللي بغيناهم نبرزوهم اكثر ونعطيهم قيمه ويبانوا. الوغ هنا غادي نبغيو نبرزو هاد النقده ديال الانف، شوف الفوق، غادي نبرزو هاد تحت من العين، شوف الفوق، مناطق اللي بغيناها تبان. وفي نفس الوقت ملي كنديروا هاد ليفي ديال كنستامبيو لي كولور، ما تيبقاش باين داك الحد فين واقف هاد ليفي ديال كونتورينغ او هاد اللون اللي هو غامق، ما كيبقاش باين لينا فين واقف. كنتمنى وسميرة ان السيدات يكونوا استفدوا من هاد النصائح اليوم، وان شاء الله نعاود نشوفوا اون اوتر فورم ديال الوجه، يعني كل مره الوجه اللي كاغي، الوجه اللي هو كيكون تريونغولير، لان كل سيده وشنو النوع ديال الماكياج اللي تيجيها والالوان اللي تيجيوها حسب شخصيتها وحسب لا فورم ديال الوجه ديالها. وكنتمنوا ان السيده نكونوا بسطنا لهم، لان هو هذا بحر تبارك الله الماكياج. عطيناهم بعض نصائح اللي يمكنهم يتبعوها، نصائح قيمه تنشكرك عليها غزلان مكوان. شو لحظه عند هدى جنان وحيله اليوم. هدى جنان صباح النور. صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم الجميع. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نوجدوا واحد حيلة فين غادي نجمعوا الفراشط والمعالق في الكوزينه، اولا كيفاش غادي نحطوهم فوق الطبيسلات ملي كنكونوا عندنا ضيف اولا نكونوا كذلك بوحدينا. غادي نحتاجوا للثوب ديال لافوترين، اعتدنا نخدموا عليه بزاف ديال المرات. لافوترين هي واحد الثوب اللي تتشبه للنفاز، الطربوش المغربي بحال ما كنسميوه، بحال الطربوش المغربي. قريب للجنوب مره اخرى نوريكم كيفاش غادي يمكننا نستعملوهم في الصابون البلدي ياك. فغادي ناخذوا هاد سميتو، غادي نحطوا يدنا ونرسموها باش غنديروا بحال واحد الصباعيه، ما يكونوش فيها الصباعات كلهم باينين، غير هاد دي موفل اكزاكتومون. وصافي غادي نمشيو بحال هكذا، نقطعوها على جوج توبيات بطبيعه الحال على جوج، نقبطوه دائما في الوسط باش ما يتحناش، وغادي نمشيو نقطعوه لك بيد ما درتي حاجه اخرى. لا سي بون، غادي صافي غادي نقطعوه نوريو على اي نوع نقطعوه باش يخرج لنا واحد الموفل. دونك ملي غادي نقطعوه ونساليو ناخذوا هذا الشكل هذا. غنحتاجوا كذلك شويه ديال لا دونتيل على حساب الشكل اللي غادي تبغيو، وغادي ناخذوا كما شفتوا غادي نخيطوهم خياطه غير بالماكينه من الخارج، تبقى الخياطه ما كاين بس لان هو اللي فيه زوينه هاد لافوترين، تعطيو المنظر من غير المنظر هو ما محدق ما عندوش مشكل، ملي تيتقطع ما كيجيش مشنتف. فوالا بحال هنايا ملي كتشوفهم مقطع ما تيجيش مشنتف ما تيجيش عوش. الوغ هادو شنو غادي نديرو بهم؟ غادي نحطوهم على هاد الشكل هذا وكنديرو فيهم سلام بيلك معلقه نص والفرشيطة، ونزيدو كذلك المعلقة الصغيرة يمكننا نديروها على جانب، وبالتالي كيجي عندنا سلام عليك. ديري لنا شي باش يبانو لنا الألوان، يعني هنايا لافوتخين اللي فيها جميل فيها الألوان متعددة، كيمكن لكم ديروا اللون اللي غادي يجيكم على حساب الطباسل اللي عندكم. ثاني حاجة غادي ناخذو هنايا الثوب ديال ديال الخيش ديال الخناشي ديال الخيش كيتباع دابا لاجوت، غادي نقطعوها هنايا غادي نديرو 45 على 35، وهنايا غادي ناخذو الفوقاني يكون قصر منه، يعني غادي نقصو منه واحد 6 حتى 7 ديال السنتيم، ومن بعد غادي نخيطوه في الظهر باش يمكننا نقلبوه. هذا باغ كونتخ خاصو يتقلب لانه تيتشنتف. غادي لا كيتشنتف. ومن بعد باش غادي نديرو له لا فينيسيون، غادي نديرو له حتى هو لا دونتيل، نطويوه من هنايا نديرو لا دونتيل في الفوق
كذلك نديروا لا دونتيل في الجنب. وشوف هذا الخيش هذا تيعطي مزيان مع لا دونتيل. يعني انا جات في لا دونتيل اكيد غادي نوريكم هادو. هذا التوب ديالو رخيص بزاف وكما قلنا كيمكننا نخدموا به اشياء جميله. ماشي السكر غادي تشوفوا على هذا الشكل خدمناه، ولكن شنو هو اللي حنايا درنا فيه باش غادي يجينا مزيان؟ درنا بحال جويبات، عمرناه كله جويبات باش كل واحد كيتحط حداه. نديرو فيه واحد، غادي نديرو فيه السريبته ديالو، غادي نحطو حنايا على هاد الشكل. غادي نديرو المعلقه، غادي نديرو الموز، فرشيطه، نديرو معلقه صغيره. هنايا كما شفتو خلينا هنا شويه ديال التيسع باش غادي نحطو عليه اكسلون تبصيل، باش يكون عندنا من في نفس الوقت حنا درناه سوبلا باش ما يتوسخناش الطبله ديالتنا. غادي نحطوه كذلك بحال هكذا، وهنا عندنا لو كوفير كامل، لو رونجمون كله كاين. وإلا بغينا نزينو نحطو واحد الوريضه على جانب باش كيبقى لنا مشيك، ولكن هو زعما حويجات بسيطه ما كتاخذناش بزاف ديال الثمن. عندنا كذلك واحد الفكره اخرى اللي غادي نديروها، هو كذلك من هاد الفوتخين لا فوتخين كما شفتوا خيطتها، ولكن غير بحال واحد ايتوي اللي هي طويله، وهنا درناها مقوسه. الا بغيتي نوريك نحيدوا هذا لوغون، هذا باش غادي يمكن لي نزينوا. هنا كيتباعوا بحال لي بورت كلي كما كتشوفوا، هادو ديال الصناعه التقليديه. نحيد لهم انايا داك الفوقاني ديالو الخريصه، هنا غادي نقبطوها بواحد الغرزه. حنايا مزروبين ما غاديش نديروا الخياطه، غادي نلصقها بلا كل، ولكن نتوما خصكم الا بغيتوا ديروا هذا الشكل هذا ديروه مخيط. غادي نلصقوها بحال هكذا، تلقوا الشاشيه مزيان اكسلون، ونحطوه بحال هكذا، وعاود حتى هو ندخيو فيه جميع الاشياء اللي غادي نحتاجوها باش غادي ندير لو كوفير. رائع هدى، افكار مميزه جدا. باقي لنا واحد الفكره اخرى، كاين الطابع المغربي فيها الاكيد، كنبغيو دائما يكون واحد الطابع اللي هو ذا مغربي. فغادي نعطيكم واحد الفكره اخرى، هو انايا درت هنايا كما غادي تشوفي واحد الغلاف ديال القراعي. هاد القراعي غادي نحلهم نحطو فيهم السريبتات اللي كنحتاجو للغدا اولا العشاء، يعني السريبتات اللي كنحتاجو. وهنا الفكره هو انني درت هنايا الجويبات. رائع. فين غادي نبداو نحطو على هاد الشكل هذا المينات ديالنا، الفراشات، المعالق، يمكننا نحطوها في الكوزينه هكذا مجموعه تكون موجوده. موجوده كتبدا اللي ما كيبغيش يدير داك لو سيرفيس ديال الطبله كامل، غادي يقدر ديك الساعه غير يحط القريعه ديالو من الكوزينه، يحطها في وسط طبيله واجده. وحتى الوليدات الصغار كل واحد يسو سير براتيك براتيك. حتى كنكملوا لو كوفير كامل كيمكننا نعمروها على هذا الشكل هذا. رائع هدى. سالي دونك فاش نخيطوا هاد كنديروا واحد شويه واسعه، شويه واسعه شويه ماشي بزاف، وكنديروا هنايا كما قلنا واحد الباند اخرى هي اللي غادي نديروا فيها بحال الجياب باش غادي يمكننا نجمعوا المعنات كاملين. واضح هدى جنان، تنشكرك بزاف على الحيل، ماشي غير حيله وحده كتعجبني هدى جنان. شكرا سميره البلوي. شكرا لك هدى جنان، تنشكرك مره اخرى لانك نيتك راه جنانيت. وغادي نمشيو لحظه نستقبلوا ليلى المغربيه، ضيفه ليلى الشوايه هذه المره، فقره نجوم ونجوم. الرقة، الجمال والفن منورنا اليوم في صباحية دوزام. خليك ليلى تقدميها لنا، واخا هي ما محتاجاش شي تقديم. أكيد سمير ما محتاجاش تقديم، لأن كل المغاربة تعرفوها، فهي ليلى المغربية حاضرة معنا وأول مرة في صباحية. منورنا ليلى المغربية. شكرا لك صباحية دوزام. ميرسي بوكو ليك ليلى، وشكرا لسمير على التقديمة الجميلة. أنا شرف لي كبير أن يكون معكم مع أجمل سيدات المغرب. وهذا البرنامج الصباحي اللي كاع سيدات المغرب غريب كيشوفوه، انا عايشه في فرنسا وكنشوفوه. تولي ماتان كنصبح ما كناخذ نشرب معاكم القهوه الصباح. مرحبا. جادور و سانسيرمون، يعني شرف كبير لي ان نتواصل مع جمهوري المغربي من خلال البرنامج ديالكم. مرحبا. اذا انت فنانه مغربيه من اصول مراكشيه، درستي بالمعهد العالي للتجاره بفرنسا بالموازاه مع الدراسه بمعهد الموسيقى بفرنسا تخصص بيانو، كونتي الفرقه ديالك بفرنسا كذلك، وبديتي مشوارك من دبي.
طليت على الجمهور ديالك في عدة مهرجانات وحفلات بباريس، القاهرة، دبي وبالمغرب. كانت بمهرجان موازين في 2013، صحيح، بمراكش، بطنجة وعديد من المهرجانات. طرحتي مجموعة من الألبومات، الدلل، ليلى، ألبوم رومانسي وغيرهم وغيرهم من الأعمال الراقية كيف ما تنقولوا. تبارك الله عليك. أنت مقيمة بالديار الفرنسية، فبغينا نعرفوا أشنو السبب حضور ديالك في المغرب. جيت المغرب لأنه عندي أن كونسير في أكادير، إن شاء الله هذا مناسبة عيد المسيرة الخضراء، غادي يجمع مجموعة من الفنانين المغاربة عايشين بالمهجر، أسامي نتوما كتعرفوها وكتبغيوها. أغنية سميتها نداء الصحراء، عملناها الصحراء المغربية طبعا اللي في قلوبنا، لحنها وكتبها رحيم آدم وعايش بلجيكا، ووزعها كمال راضي عايش بلجيكا، وخرجها فنان مغربي. ان شاء الله غتشوفوها قريبا على القنوات المغربيه عندكم كفيديو كليب طبعا. فوالا، وشاركنا بالكونسرت كان في اكادير في المسرح الهواء الطلق، كان برعايه لاسيسيمو. فوالا كان رائع، والجمهور ديال اكادير كله كان موجود، وكانت الروح الوطنيه موجوده. زعما احنا بهذه الملحمه عبرنا على ولائنا للمغرب، بيان سيغ جددنا الولاء للمغرب وملكنا. فوالا، دونك حتى احنا كنقولوا بصوت عالي الصحراء مغربيه. فوالا، اكيد. هنا خرجتي البوم هي المغرب بلادي، كذلك سينجل. سينجل درتو 2011. الوغ هذا كله، هذا اغنية وطنية كتبها ولحنها سعيد الامام، هو فنان مغربي ووزع وزع عادي العايش، وعملنا ماسترين كل شيء بمصر. وطبعا غنيتها في افتتاح مهرجان موازين، وموجودة على القناة ديالي اليوتيوب، وغنيتها في افتتاح الحفلة، في الحفلة كمان الكونسرت. حنا غادي نرجعوا للعلاقة ديالك مع الفن. انا كنظن بان الاب ديالك كان فنان، شنو كيفاش انت خديتي هذا الفن من عنده وردتي من عند هذا الفنان؟ هو فنان بالفطره، ما فنان كيعشق الفن، وبالذات كيعشق الفن البربري. هو رغم انه ماشي برباري، هو من الصحراء، حنا شرفه من مولاي علي شريف، مي كيهضر باللهجات البربريه كلها ديال المغرب كله، تعلم. كيعشق الفن البربري، مي جو بونس انا خديت منه غير ليجان ديالو، انا اللي خديتهم صافي. دونك انا الوحيده من العائله اللي دخلت للفن. فوالا، دونك اون بو با ريزيستي الفن، ما يمكنلكش تريزيستي له، تدخلي فيه. الوغ ليلى المغربيه، انت اشتغلتي على مجموعه من الخالدات في الاغنيه المغربيه، واللي وضفتيها في الالبومات ديالك. يعني في اي البوم ديالك كنلقاو ثلاثه ولا اربعه ديال الاغاني مغربيه، علاش هذا الرجوع للاغنيه المغربيه وحضورها في ماشي رجوع، هو كيف ما تربيت. انا كبرت في مراكش، كبرت على الاغاني القديمه. بالنسبه لمدرستي الشرقيه انا، هي طبعا ام كلثوم عبد الوهاب، ومدرستي المغربيه هي سميره بن سعيد الشي معروف عليا، ونعيمه سميح عبد الهادي غنيتي جريت بخيات. فوالا، دونك مدرستي المغربيه، مدرستي الشرقيه، فوالا هذا باش تربيت عليهم. دونك حسيت طبيعي جدا نغنيهم، وانا فرت على شركه الانتاج، لانه البوم الدلل انا اللي نتجته من الانتاج الخاص في 2005، وعطيته شركه الانتاج خليجيه هاب، هي اللي وزعته. مي كنت ديجا اوريدي كنت حاطه جوج الاغاني المغربيه، جيت وجريت وليزيد كثر، وهما اصلا عشقوا الالبوم بهذوك جوج الاغاني، لانه في الخليج كيعشقوا الاغنيه المغربيه بصراحه. كتلمسي انت هذا العشق هذا من خلال في الحفلات؟ يعني كنغنيو غير، يعني سمحي لي، كل فنان اوكي كنعملوا اغنيه ستايل فوالا، كتغنيها الجمهور مره جوج، ومن بعد كتلبوا منك الطرب، شنو عندك عندك فوالا، هكذا الحفلات. والطرب شنو كتغني؟ كتغني القديم. دونك القديم متواجد معنا دائما. اكيد ليلى المغربيه كتغني بجميع اللغات، باللهجه المصريه، باللهجه العراقيه، بالمغربيه، صحيح، بالاسبانيه، بالفرنسيه، فعلاش هذا التنوع؟ كاع المغاربه هكذاك. شنو دار لك هذا؟ لان المغاربه فين ما حطيت انا كنت عطيه من عند الله. المغربيات والمغاربه كاملين تبارك الله عندهم واحد لو دون، لغات اكزاكتومون اكزاكتومون، اون سادابت تو، فين ما حطيتي انا كتلقينا اون سادابت. دونك ديجا، دونك انا فين كنتي؟ انا كنلقى راسي هكذا في التغير، ما يمكنليش ندير ناخذ اون لين وحده ونسد على راسي، ما كنبغيش الحدود. انا دائما كنبغى نبغي الدنيا تكون محلوله، اكزاكتومون لي زومبيونس كوسموبوليت، الدنيا هكا كنبغي يكون خليط ميلتين بوت، ما كنبغيش الدنيا تكون محدوده. دونك جو سوي كم سا. اذا غادي نقربوا المشاهد اكثر من الاعمال ديالك الفنيه من خلال مقتطفات من بيسامي موتشو، تبغيني بزاف ياك ولا لا؟ اذا رائعه، اغنيه جميله، فيديو كليب جميل، فكنخليكم تشوفوا ونرجعوا نكملوا الحوار ديالنا مع ليلى المغربيه. Yeah.
tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. عليك شنو كلك تقولي لنا على هذه الاغنيه هذه باش كتذكرك؟ هذه الاغنيه ليها قصه معايا. كنت في مهرجان ماتا في الشمال في 2012 وكان مجموعه من الاسبانيين معنا من التلفزيون الاسبانيول اي توسا، وبقاو من بعد الحفله كيغنيو وكانت معروضه وطلبوا مني نغني لهم شي حاجه اسبانيه وانا حافظاها بسامي موتشود. ملي كنغنيها عجبتهم قالوا لي غنيتيها رائعه ضروري تتغنيها، وبقات لي في دماغي قلت جو فيغ اون ريبريز مي جو فولي بغيت نديرها بالمغربيه، دونك ترجمتها بسامي موتشو تبغيني بزاف لانه انا ترجمتيها مو باغ مو لا ما جاتش صعيبه شويه خليتها تبغيني بزاف وفوالا ترجمتها ودرت وزعها فيليب بيل دو بيلس ان فرونسي وسجلتها في فرنسا وصورها كارلا مخرج بلجيكي وفوالا طلعت بداك الشكل اللي شفتوها. اذا سجلتي مؤخرا مع نجم الاوبرا الفرنسي نيكولا ياك؟ نيكولا زيلينسكي سي مون بروف دو شون، هو سي ان تينور كيمرني كيمرني على الاغاني الشرقيه الغربيه باردون، وغادي درنا ان ديو كيهضر على الصداقه الفرنسيه المغربيه. ان شاء الله غادي ينزل حتى هو فورم دو سينجل قريب، ومعاه تمرنت على من بيت الاحرار، حتى هو اللي دربني عليها باش عملناها بديك الطريقه الاوبيراليه شويه ان تي بو اوزي مي بو. حنا ما سخيناش بك ولا درنا شي حاجه من عندك، وقلتي لي قبيله غادي نهديكم اهداء خاص لان غادي يكون من العمل الجديد اللي غادي ينزل ان شاء الله، مازال ما سمعوا حتى شي واحد. هذا جميل جدا. حاجه اخرى اللي بغيت نقولها انك كتعشقي السيارات، هاد العشق هذا الولع، هاد الولع ما كاينش عند بزاف ديال السيدات. صح، علاش انت عندك هاد العشق للسيارات بالخصوص؟ سي كوم سا، فاش كنا صغار كنا كنطلعوا برا ديال مراكش وكاين واحد بيت مونتان الكوديا، كنت كنجلس انا وخويا الصغير وكنبقاو نشوفوا اللي بغاتو كيدوروا وكنشوفوا كنديروا كومبيتيسيون شكون اللي غادي يعرف لي مارك ديال الطوموبيلات. دونك دوبي توجور جيم بيان لي فواتور يكونوا فيتاس، ما كنبغيش انا لي فواتور اوتوماتيك مانيوال فوالا دونك اوتوماتيك. سي كوم سا، سي شوف سي بو انا قريه الاستيتيك وكنبغي الفن، اي حاجه فيها جمال بور موا سي ليستيتيك اوسي سي لا بوتي، دونك اوتوماتيكمون بيل فواتور سي سي كبو. هذاك الشيء علاش تكوني دائما حاضره في يعني في العروض ديال السيارات. سيتي ا بروكسل يا با تري لونتون. تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف ليلى على الحضور ديالك، وفي ما تجي المغرب مرحبا بك. ولا الدار صباحنا ولا الدار عطينا شي حاجه اكيد اليوم هذا الوقت اللي نقولوا للمشاهدين غادي نتلاقوا معهم غدا حول موضوع داء السيدة طبعا 1 ديسمبر اوبليج. كضيفة شرف حضر معنا الشيف مريم، والشيف هادي محضر لنا مسمن باملو الكل والمزير صباحية دوزام. الى اللقاء، تفضلي تفضلي ليلى المغربية. شخبارك حبيبي الهم اشتاقي، قول جيتك حبيبي احنا منتظرين، خبرنا بوصولك يا الحلو طولك، خبرنا بوصولك يا الحلو طولك، الروح تناطر